كريس كيلين خلفية إلى كريس برايت، تمريرة في الناحية اليسرى يخلصها بشكل غير مناسب أيضا أمام منصور الحربي، تصل لصالح المنتخب النيوزيلندي والتسديدة وفي المرمى. هدف أول، هدف أول في الدقيقة 33 من زمن شوط المباراة الثاني، هدف من تسديدة من مسافة بعيدة على مرمى عبد الله صديري، على يسار عبد الله صديري، هدف أول لصالح منتخب نيوزيلندا وهدف أول في المباراة عموما. جاء بعد كرة أخطأ في إبعادها في البداية منصور الحربي، لكن تيسير الجاسم هو من يخرج في التغيير، تيسير الجاسم يخرج ودخول محمد أبو سبعان، وهدف أول لصالح المنتخب النيوزيلندي. تتابع الإعادة بالتمرير من كوستا بربروسيس والتسديدة بعيدة عن عبد الله صديري، تسديدة اللاعب البديل أيضا كريس كيلين، والكرة في المرمى. هدف أول لصالح المنتخب النيوزيلندي وهدف أول في المباراة، هدف في وقت أيضا المتأخر في شوط المباراة الثاني. كرة ملعوبة وأبو سبعان بالتسديدة الأولى، التسديدة المتسرعة.